بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، ما الذي يخشاه الغرب في الجابون؟ رياح الانقلاب العاشر في الجابون تسير كما سابقيه بعكس ما يشتهي الغرب، والفراغ الذي تركته فرنسا ستسده روسيا والصين بسهولة. فكيف يفصل فرانسوا بيرد المشهد في ناشونال انترست؟ يبدو أن مجموعة بريكس ستستقبل مزيدا من الدول الإفريقية في عضويتها بغض النظر عن الديمقراطية كما تراها واشنطن وفرنسا وبريطانيا. ويعتقد الجيش والجابونيون أن الانتخابات في الجابون لم تكن حرة، لأن بونغو لم يسمح بوجود مراقبين مستقلين. وبصورة عامة يبدو أن ماكرون أعطى انطباعا عن العلاقة بين فرنسا وأفريقيا، حيث استضاف الرئيس بونغو في الجابون في الأول من مارس 2023 في قمة وان فورست، وانطلق بعدها لأربع دول إفريقية معلنا أن عصر التدخل الفرنسي في إفريقيا قد انتهى. ويقول الكاتب أنه لا أحد يتوقع من فرنسا شيئا، ففي عهد ماكرون تخلت فرنسا عن إفريقيا وشكلت تهديدا جيوستراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك للمملكة المتحدة. وحتى طلب ماكرون حضور قمة البريكس الأخيرة في جنوب إفريقيا تم رفضه. وبرأي الكاتب يكمن الخطر في عدم قدرة فرنسا على المساعدة، وسجل أمريكا الضعيف في إبقاء إفريقيا إلى جانب القيم الديمقراطية التي تروج لها أمريكا، وهذا يفتح الباب واسعا أمام روسيا والصين وأعضاء البريكس المقبولين حديثا كإيران، الذين يتطلعون لتمويل إفريقيا وتبادل المصالح الاستراتيجية معها. وهناك خطر أكبر، فقد زودت الجزائر الصين بميناء على البحر الأبيض المتوسط، وساهمت جيبوتي بميناء على القرن الإفريقي، وقد تمكن الجابون من منح الصين في القريب ربما ميناء على المحيط الأطلسي، وهذا قد يتيح الفرصة للإسلاميين ليتصدروا المشهد السياسي. فماذا سيستطيع الغرب أن يقول أو أن يفعل حينها؟ رئيس الجابون بونغو يتبع إيقاع طبول الانقلاب، حيث أطاح ضباط عسكريون في الجابون المنتجة للنفط بحكومة البلاد في أحدث حلقة من سلسلة الانقلابات الإفريقية الأخيرة. لابد أن أخبار الانقلاب في الجابون، إحدى الدول الناطقة بالفرنسية القليلة التي لا يزال الرئيس إيمانويل ماكرون موضع ترحيب فيها، تعتبر قراءة قاتمة للزعيم الفرنسي. وخسر الرئيس الجابوني علي بونغو الذي ادعى أنه فاز في الانتخابات الأخيرة، خسر السلطة في الانقلاب. وهذا هو الانقلاب العاشر في غرب ووسط أفريقيا في السنوات الثلاث الماضية، ويواجه الزعماء السياسيون الإقليميون والدوليون تحديا كبيرا في انتظارهم. فمن غير المرجح أن تستجيب المؤسسة العسكرية الجابونية للدعوات المطالبة باستعادة الديمقراطية. يعتقد كل من الجيش والعديد من الجابونيون أن الانتخابات لم تكن حرة ولم تكن نزيهة كذلك، وهو رأي لا يمكن دحضه
لأن بونغو لم يسمح بوجود مراقبين مستقلين للانتخابات. ويعكس هذا التحول في الأحداث أيضا نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدت سخرية مماثلة في زيمبابوي وعدد كبير من الأنظمة غير الديمقراطية في قائمة انتظار عضوية مجموعة البريكس. فهل ستكون واشنطن وباريس ولندن واثقة من أقدامها هذه المرة، أم أنها ستستمر في التلفظ بالعبارات الدبلوماسية المبتذلة والتسلل؟ وقد استضاف الرئيس ماكرون الرئيس بونغو في ليبرفيل في الجابون مؤخرا في الأول من مارس 2023 في قمة وان أوفرست. بدأ هذا الحدث جولة إفريقية في 4 دول أعلن خلالها الرئيس ماكرون أن عصر التدخل الفرنسي قد انتهى. لا يتوقع بعض المراقبين السياسيين والاستخباراتيين في باريس أن أي شيء ذي معنى من حكومة ماكرون، قال أحدهم: الرئيس ماكرون لا يحب فرنسا ولا يهتم بأفريقيا، فهو لا يهتم إلا بنفسه. وفي عهد ماكرون تخلت فرنسا عن أفريقيا وشكلت تهديدا جيوستراتيجيا لأمريكا وأوروبا والمملكة المتحدة، فقد تم طرد فرنسا من بوركينا فاسو والنيجر، ولم تصالح الجزائر مع ماكرون إلا مؤخرا بعد علاقة دبلوماسية متوترة، ورفض المغرب مؤخرا طلبا لزيارة ماكرون الرسمية، وحتى طلب ماكرون توجيه دعوة لحضور قمة البريكس في جنوب أفريقيا تم رفضه. ولا ينبغي للغرب أن يتوقع المساعدة من فرنسا في الجابون، والواقع أن مراقبا آخر قال بأن العديد من الأشخاص في الأجهزة الاستخبارية والأمنية الفرنسية يأملون في أن تنقذ أمريكا المصالح الديمقراطية في أفريقيا. ونظرا لسجل الولايات المتحدة الأمريكية الضعيف في إبقاء أفريقيا إلى جانب القيم الديمقراطية، فمن غير المرجح أن تتمكن الجابون من إخراج واشنطن من سباتها الإفريقي، وهذا يفتح الباب أكثر أمام روسيا والصين وأعضاء مجموعة بريكس المقبولين حديثا مثل إيران، الذين يتطلعون إلى تمويل إفريقيا لحسابهم الخاص. المملكة المتحدة لديها أيضا مشكلة، والآن أصبح لدى أعضاء الكومنولث والجابون، وهي إضافة حديثة، ولدى أيضا زيمبابوي تساؤلات حول شرعية الانتخابات. ومع ذلك لا يبدو أن الغرب لديه سياسة واضحة، على عكس أوكرانيا حيث تدخل على الفور لسد الثغرة لصالح الأوكرانيين الذين يتعرضون للهجوم من قبل روسيا كما يقول الكاتب. في نفس الوقت يتزايد التهديد الجيوستراتيجي، فقد زودت الجزائر الصين بميناء في البحر العميق على البحر المتوسط، وساهمت جيبوتي بميناء على القرن الأفريقي، والآن تمنح الجابون ميناء على المحيط الأطلسي. إن تراجع فرنسا في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل يمكن أن يتيح للإسلاميين التقدم نحو الثغرة، وهذا قد يضع الغرب قريبا أمام خيار كابوس. على سبيل المثال، إذا شاركت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي جماعة مقرها مالي ووسعت عملياتها لتشمل بوركينا فاسو في الانتخابات المطروحة في بوركينا فاسو والمخطط إجراؤها في العام 2024 وفازت بها، فما الذي يمكن أن يحدث؟ الغرب يقول أو يفعل، وهذا من شأنه أن يخلق أفغانستان في غرب إفريقيا بفضل سياسة ماكرون. تطور الجابون يعني أن البلدان المجاورة بما في ذلك كوت ديفاور والسنغال وحتى غانا يجب أن تكون متوترة للغاية
بشأن إما أن تكون التالية على خط الانقلاب أو عرضة للتوغلات الإسلامية التي تخشاها أوروبا من الحكومات العسكرية المجاورة التي أضعفتها العقوبات والتي تعتبر معزولة عن الغرب. والتوقع هنا أن تتدخل روسيا والصين أيضا لملء الفراغ في الجابون من أجل ثرواتها من النفط والغاز، ومثل هذا التطور سيكون موضع ترحيب في العديد من الدوائر الأفريقية. وعندما نتحدث إلى أمريكا كما يقول أحد رؤساء البنوك الكونغولية، فإنهم يحاضروننا حول الضمائر ويفرضون علينا السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لكن الصينيين يزودوننا بالطرق والبنية التحتية. وإلى أن تتمكن أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وخاصة فرنسا من إدارة ما هو أكثر من الابتذال، فإن البصمة الصينية والروسية في أفريقيا سوف تنمو، مما سيجلب لهذه الأنظمة الاستبدادية المزايا الإضافية المتمثلة في الموانئ الاستراتيجية والقدرة على الوصول إلى المعادن ذات القيمة العالية وموارد النفط والغاز المربحة جدا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.